وبنهاية صباحنا لليوم حنروح للفقرة الطبية. اليوم مثل ما قلنا نحن عم نودع الشهر الكريم، وخلال هذا الشهر الكريم أكيد صار في عادات غذائية جديدة بحياتنا، إن كان بفترات الصيام، وجبة الإفطار، وجبة السحور، وما بين الفترتين. اليوم بلشنا، بكرة حيكون في عيد، حتكتر الزيارات، ونبلش بدوقي هالمعمولة شغلي وبدوقي هالقراص شغل أمي. اليوم بجوز يصير في إحراجات كتير بالأعياد، بتناول الحلويات بشكل كتير كبير، بارتفاع السكريات بالدم كمان بشكل كتير كبير. هذا الشيء ممكن يعمل خربطة بالجسم ويعمل اضطرابات أكيد بالجهاز الهضمي. اليوم رح نحكي عن أهم الاضطرابات اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي بعد ما طلعنا من مرحلة الصيام لمرحلة الإفطار. وضيفنا لليوم هو الدكتور أحمد نسيب، عرق سوسي، استشاري الجراحة العامة الصدرية والتنظيرية. يسعد صباحك حكيم. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. وانت بألف صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما ذكرنا انه اليوم ساعات وبتفصلنا عن شهر رمضان، بنبلش باول ايام العيد. يمكن الأشخاص اللي عودوا حالهم على نظام غذائي معين لمدة شهر كامل، بكرة رح يكون في كمان نظام يمكن مختلف، هي الحلويات وأجواء العيد. حتى يمكن اللي تعود لفترة طويلة ما يفطر الصبح أو ما يأكل شغلات ثقيلة ضمن النهار، يمكن رح يصير في مشاكل كتير للجهاز الهضمي. خلينا نحكي شوي دكتور عن هذا الموضوع. هلا مثل ما حكيتي، الجسم صار له متعود فترة شهر إنه عم يتصحر وقت معين ويفطر بوقت معين. حاليا حابب نرجع لعادات تبعتنا الاولانيه، بدت وجبات يعني خلصنا. الفكره الاساسيه في نحن بالسنه النبويه انه واحد صباح العيد في تمره او كذا يفطر شيء حلو شلون ومي وراح الجامع صلاه الصبح صلاه العيد كذا شلون. هي نوع من التهيئه انه الجسم شوي شوي ترجع المعده تتقبل الاكل كذا. المشكله اللي بتصير عندنا حاليا المجاملات الكثيره بالعيد اللي بتصير، طبعا على كثر خير على الناس وكذا شلون، مثل ما حكيت يدق لك هالمعموله هالتويتر هالشغله كذا شلون. فنحن فجأة الجسم كان مرحلة امساك وكذا شلون، فجأة عم كميات هائله من الحلويات والدسم. كثير بصير عندنا تدبكات معويه اول يوم بالعيد شلون، ثاني يوم هي نقطه كثير. التهابات المعاوة كثير بتلاقي اول يوم العيد، ثاني يوم العيد كثير بتلاقي بتصير معك شلون، مفضل قلص بتلاقي بتتفاقم مع الاصول. الفكرة اللي نحن شهر رمضان يعني انه نظم الانسان على هالوجبتين تمام الحديث، وقت معين للامساك، وقت السحور، وقت معين وقت الفطور. كيف ما نرجع انه احنا فجأة يعني اجهاد 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 للجهاز الهضمي بشكل عام، عرفتوا مفضل السكري ممكن كثير يصير معهم مشاكل كذا. فيعني بدنا نتدرج شوي شوي بالقصة بحيث انه نتجنب هالمشاكل ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. دكتور خلينا نركز شوي على الاشخاص اللي عندهم مراره حاده، عندهم خلاص معده، شو اهم السلبيات اللي ممكن تصير معهم؟ يعني السلبيات مثل هلا التهاب، هل انهم اكثر عرضه للاشخاص العاديين؟ اكيد لا، هلا اكيد نحن التهاب مراره ما بيصير مفرغ، ما بيقدر عن اساس عنده حصيات صحيح، او عنده مشاكل بالمراره، تنبك بالمراره ما كثير عم تفرز بشكل جيد، فجاه دسم دسم، فالمراره بدها تتقلص بدها تتقلص تتقلص. هالعمل هذا المتواتر شوي شوي قفى بعض قفى بعض قفى بعض كذا، شو عم يصير انه يعني صرنا مأهبين شيء اسمه التهاب مرارة حاد. فنحن يعني ما دام عم نعيد ومبسوطين مفتاحين مشاكل بالمشافي او كذا شلون. الشغله الثانيه مرضى السكري، انت متعود مثلا في ناس سكري فيهم يصوموا، اتفقنا احنا ممكن يصوموا شلون، بس فجاه كميات هائله من الحلويات كمان متعود الجسم. الفكره كريمه تدريج، يعني الواحد ما انه يعني فجأة ويلا كله مسموح. العيد هو فرحة وطاعة وكذا شلون، بس كمان بنفس الوقت واحد بانتظام، يعني والقاعدة الأساسية يعني هي دينية وكذا شلون، كلوا واشربوا ولا تصرفوا، يعني لا هيك ولا هيك شلون، تمشي الأمور إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. دكتور بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل هضمية معينة، خلينا نقول مثل تشنج الكولون العصبي، هذا المرض خلينا نقول يمكن بالأحوال العادية له حمية أو نظام غذائي معين، والأشخاص اللي عندهم بيعانوا من هي القصة ببداية رمضان بيتعودوا أو بيتعبوا شوي ليعودوا جسمهم على هذا الشيء، لكن بعد رمضان أكيد رح تصير عندهم مشاكل كتير كبيرة. خلينا نحكي عن أبرز المشاكل. أهم نصائح لمرضى الكورونا العصبي بالأساس أنه يكون وجبات منتظمة أفتون وما تدخل، يعني هي كانت نصيحة طبيب الخليفة وقتها من سابق، قال له يعني عدم ادخال الاكل على الاكل، هي اهم اهم مشكله بالجهاز الهضمي، انه واحد يكون اكل شبعان بده ياكل مره ثانيه. ادخال الاكل هي ان كان كولون عصبي، ان كان مشاكل مراره، ان كان مبدا قلص ارتجاع مبي، ادخال الاكل على الاكل هي اهم سبب ل
معظم المشاكل ياكل وجبات خفيفه، وجبات خفيفه بانتظام اوقات محدده. عرفت كيف؟ نحن يعني درجنا شوي بالصيام، بدل ما قلتي فتره يعني يومين ثلاثه اربعه حتى واحد قالش على كمان الفطور يرجع كان يقالش شوي شوي، مو انه والله يعني خلاص فطور مسموح كل شيء مبلش كل شيء، حيكون اجهاد كثير. فنحن يعني قلت لك اهم شيء الاعتدال. طيب دكتور، من خلال مجال عملك اليوم باول ايام عيد الفطر، شو اهم الحالات اللي ممكن انتم حضرتكم تستقبلوها؟ يعني شو اهم العلاجات يعني عم هلا معظم الحالات بتكون هضميه هي التخمه. عرفت علي كيف؟ يعني التخمه، فكان مرضى كانوا عصبي ممكن مثل عيد يعني اخذ جاي حالات التهاب مراره تمام الحديث عم سيمك بسبب انه الافراط بالدسم والحلويات، شنو هدول اكثر شغلات نحن بننبه كثير. شغله السكريات، مرضى السكري او تاهب السكري كثير مهم انه ما يفرطوا بالسكر ويكون في اعتدال وشوي شوي. هدول اهم شغلات. الشيء نحن نحكي بشكل عام عيد نصائح بشكل عام كيف؟ يعني نحن تجنب الالعاب الناريه بالنسبه للاطفال، البسكليتات، الموتورات، يعني هدول كلياتهم اغلب الحالات بتصير معنا فتون هي اسعافات غضيه. عرفت علي كيف؟ السقوط على الحصان او مراجيح العاب العيد، يعني شلون؟ المفروض يكون يعني في مراقبه من الكبار يعني لهالشيء هذا. عرفت علي كيف؟ يعني تكون تحت يعني اشراف كبار، مو انه والله اطفال خذوا مصاري وروحوا شو ساووا شو. في بعض الحالات دكتور بتكون يعني خلينا نقول اسعافيه بحاجه لتنظير. إيه ممكن 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 شو بيكون الشخص يعني هون تخنيس زيادة؟ نحن كل حالات أو بجوز تغير النظام الغذائي من أيام الصوم لأيام الإفطار. هلا هلا يعني أشياء الحالات اللي بتصير هي التهاب معها الحادة، شلون؟ إنه مريض عنده حصيات كذا، شلون؟ إفراط بالأكل، إفراط بالدسم، عم تنقلب لحالة إسعافية بدها الشغل، تمام؟ الحالات الثانية غضية شلون بتحتاج أحيانا لتنظيف شلون؟ يعني هو كل شيء بينشغل جراحة ممكن يشغل تنظيف، فالتنظيف يعني أقل غض، أقل استشفاء بالمشفى، رؤية أكبر شلون؟ فيعني بنحاول دائما إحنا بنشغل تنظيف، إنه لازم ينشغل تنظيف أحسن ما ينشغل جراحة. تماما دكتور. كمان بالنسبة للمية والسوائل بشكل عام، كثير من الأشخاص تعودوا ونحن ما بنشرب مي لموعد الإفطار بينسوا، بتمرق معهم يوم اثنين ثلاثة، ممكن كمان يتعرضوا لكثير من المشاكل الصحية. هو على عطش ما حدا بينسى، أكيد كله بينسى. بس نحن نرجع على السيستم تبعته الأساسي، إنسان وزنه بين 70 و80 كيلو بحاجة بشكل يومي لثلاثة لتر سوائل، سواء عصير كذا شلون، الماء النقي لازم يكون النص طيب. انا افتكر كيف نحن بنذكر تقريبا كل ساعه ساعتين مفروض كاسه مي. لا كثير في اشخاص دكتور عن جد بيقولوا نحن بننسى نشرب مي، ما بنشرب. والله كلياتنا دكتور من الاخر يعني يعني طيب ينشغل حالي اسعافي انا بشرب. تذكر 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 قلت لك يعني كفكره، يعني نحن كثير مشاكل عم تصير معنا وكثير عم نشوف مثلا ما بضل انه حصيات كالوريه احجام كثير كبيره شلون منسيه ما منتبه عليها. كذا السبب الاساسي هو المي، انه ما في ما 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 بنشرب سوائل بشكل كافي. عرفت علي؟ هي بتقل رغبه المي بشكل اكثر. احنا حنقلب على الصيف شوي، يومين ثلاثه يعني صيف صيف في ناس بتحط منبه حكيم على الموبايل انه كل ساعه. هلا هي مو غلط، بس لانك يعني بشكل اساسي الانسان العادي بحاجه لثلاثه لتر باليوم، ثلاثه لتر يعني تقريبا 12 كاسه، ف 12 كاسه ما بظن حدا بياخذ 12 كاسه، بدك تحسبيها كذا، ما حدا 12 كاسه، بنذكر حالنا ان شاء الله تعالى. هلا هي يعني نرجع بنحكي يعني مو كثير سلسله، سواء انه من الافطار لحياه الصيام او من الصيام لحياه الافطار. طيب في شيء بيعود عن المي النقيه يعني؟ هلا مو الشربات الساخنه للزبدات وهدول القصص. لا 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 هي بتعمل تركيز اكثر، اسيتونات كذا. الفكره الاساسيه انه الانسان النقي يعني يعني كميه الماء بتكون نص السوائل. هلا ممكن نحن الخضروات اللي كخس كذا شلون بقدونس انه فيها كميه سوائل شلون يعني تعود شوي، بس المي الصافي المي النقيه شلون هي فوائدها كثير جيده شلون. فهي يعني الواحد ما ينسى يعني على الاقل على الاقل على الاقل اربع كاسات، ما حنقول سته. اربع كاسات. لك انا بشرب سكريات كثير، انا باخذ تماما بس ما في افاده بالنام، في فائده بس مو مثل المي النقيه. طيب دكتور، الناس اللي كانت ماشيه على نظام ادويه خلال الشهر الكريم، طبعا هن مشوا على هذا النظام تحت اشراف طبي، صار في تغيير بمواعيد الادويه بسبب الصيام وساعات الصيام، رجعنا اليوم للعادات الصحيه النظاميه، هل هو بحاجه يرجع يشوف طبيب اخر ليرجع له مواعيد الادويه، او لا يرجع ما قبل الشهر الكريم؟ هلا اذا ما كان في شيء تغير واضح شلون بنرجع على النظام تبعيته من قبل. عرفت شلون؟ هلا هو الصيام هالسنه يعني كان قريب كثير ليل نهار شلون،
فتقريبا انه كل 12 سنه ما حتفرق كثير، شلون ممكن الواحد تدريجيا يرجع للسيستم تبعته منه. بس هي الفكره الاساسيه بالذات مرضى السكري، طبعا بدي احكي عن دكاتره الغده، مرضى السكري متعود كان ياخذ حب مثلا من الحبوب الاساسيه بتتاخذ على فتره الفطور الافطار يعني وقت المغرب، هلا بده يرجع انه مثل العاده ياخذها صباحيا شلون. فبظن اول يوم بده يكون في تدريج بقى انه الانتقال من يعني من نظام كان صيام للنظام العادي او شلون، بس لما بقيت الامور بده يتقلب الضغط كذا شلون، غالبا ترتيبها هي كل 12 ساعه فما هي مشكله كبيره. بيوت السكري بتحتاج يوم يومين فتره انتقاليه ترجع للنظام الاساسي. تمام دكتور، في كثير من الاشخاص بينطروا شهر رمضان لينحفوا حالهم، بيقولوا فرصه فبيتبعوا يمكن نظام غذائي معين. في اشخاص لانه في حسب الاجسام، في اشخاص بتقول لك انا بسمن برمضان، في اشخاص بتنحف حسب طريقه الاكل يمكن على من وجبه الافطار للسحور، بيتبعوا نظام غذائي عن طريق اخصائي تغذيه معين، ممكن هذا الشيء ياثر عليهم اذا هنن وقفوا هذا النظام الغذائي انهم عملوه فقط بهذا الشهر؟ ما بيأثر، بس هي انت يعني معظم الانظمه الغذائيه اللي تستفيدي منها بدك على الاقل فتره 3 شهور، يعني انت هلا واحد بيصوم كذا شلون اول يومين ثلاثه بينزل له كميه كثير بطلع هيك انه اوه عم ينزل نظام شغال، هي نقص سوائل بيكون اكثر ما يكون هو النظام، النظام حتى يشتغل مزبوط وتاخذي الفائده منه بدك اقل شيء شهرين ثلاثه. معناتها هو لازم يرجع يتابع مع الطبيب طبعا نفس اخصائي التغذيه. الفكره للاسف معظم الناس اللي بنشوفهم بنعرفهم بنتابعهم كيف يعني برمضان بدل ما انه صرنا وجبتي بدل ما انه يعني ينقص وزنه بتلاقي لا عم يزيد اكثر. صحيح مش العادات تبعتي من نحن انه انت الثلاث وجبات تبعتي بدنا بتعوضهم بوجبتين، فتره الفطور كلها تسالي ونقايش وحلويات وكذا، فما كانت الفائده الاساسيه من الصوم يعني انه شلون يعني انت عم تصوم صمت يعني لازم كده، بس اما انه يعني المعده ترتاح تخفف كذا شلون، للاسف ما صار هالحديث هذا شلون يعني انا اللي شايفينه نحن بنعرف كذا صوم تصح، وبدل ما نصح لا تصح وصارت انه تصوم اكثر. فبظن انه يعني مراجع حنا للسنوات القادمه ان شاء الله تعالى يعني بكت انه يعني يصير الصيام يعني مثل ما الغايه الاساسيه منه ان شاء الله طبعا الحديث. بس يعني قلت لك اي نظام غذائي حتى تاخذي فائده منه بشكل جيد او شلون بياخذ اقل شيء ثلاث شهور، فبدك متابعه. ما في شيء اسمه نظام غذائي شهر ما في شيء ولا بلاحظهم او حتى تبع نظام رجيم اسبوعين وبرجع كذا شلون، وقت بترجع وقت بيرجع جسم بيعود كل شيء روحه بيسمن اكثر بشكل اسرع. نعم طيب دكتور، خلينا نركز على محور فقرتنا اليوم وكون عم نحكي عن الجهاز الهضمي. في ناس كثير عندهم مشكله بالمعده، بحرقه بيقول لك انا عندي حرقه كثير قويه بالمعده، في ناس بتشبهها بسيخ النار بتطلع من المعده للحلق يعني. هل انت اليوم مع انه هدول في هدول الاشخاص بياخذوا حبه على الريق انه هي وقائيه او بتغلف المعده، او هم بحاجه لتنظير لحتى طبيا نعرف شو سبب هاي المشكله؟ طيب هلا هي الاساس نحن يعني اي شكايه حرقه كذا عرفت شلون؟ ارتجاع فتره اكثر من 3 اسابيع بدون فائده على جهات بسيطه من الغده كذا بحاجه لتنظيم، تاكد اذا في التهاب مري قد ايه درجه تبعت منه، فتح حجابي حجمه كذا بحاجه لتنظيف. بشكل طبيعي شلون حكينا يمكن اكثر من مره شلون يعني عاده اجراءات بسيطه بتحل كثير مشاكل. الفكره الناس بتفكر انا بقول لك انا ما عم اشرب حموض بس حاسس سيخ نار. صح كثير بدي اعرف شلون الدسم حلو. دسم بشكل اساسي شلون بترخي معصره المريء شلون، ف يعني بتعمل مشاكل شلون شغله دسمه بدون ما تكون انه شغله حامضه عرفت كيف؟ فنحن المفروض يعني بشكل اساسي يعني تجنب البهارات المقليات الدسم بشكل كبير شلون كلها بتخفف يعني بتزود على علامات الارتجاع. فنحن والاكل يكون واحد اقل شيء يعني وجبات خفيفه اعتدال ما تاكل وتنام كذا، معظمهم بيمشي حالهم باجراءات بسيطه. طبعا ما قلت لك يعني اذا ضلت الاعراض اكثر من 3 اسابيع المفروض يراجع طبيب هضميه شلون بقرر له تنظيف كذا شلون نحدد المشكله ساعتها بشكل دقيق شو صاير فيها. بس قلت لك معظم انه اجراءات بسيطه وشويه تدريب بيمشي الحال ان شاء الله. تمام دكتور، بنقول كل شيء بالاعتدال وبالتنظيم، ننظم حياتنا ننظم اكلنا بنضل مرتاحين صحيا بهي الامور. دكتور بدنا نتشكرك لحضورك معنا اكيد، وبدنا نقول لك كل عام وانت بخير. انتم بألف خير ان شاء الله، رمضان كريم كان، الله يتقبل من الجميع. امين ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. شكرا حكيم، بدنا نقول لك كمان كل عام وانت بخير. بكره اول ايام عيد الفطر ان شاء الله ما تكتر حلو دكتور يعني. ماشي اسمه ما في شوي. اهلا وسهلا حكيم، نورت صباحنا لليوم.